السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، تابعوا ماذا قالت هذه المغتربة المغربية. سيبوني العشران، واش نتزوج بجزائري ولا مغربي؟ ما نكذبش عليكم، المغاربة فوق راسي وعيني، ولكن جزائريين عندهم واحد الحلاوة اخرى. علاش هما اغريسيف وكل شيء مع اي واحد، نقولوا الشخصيه ديالهم قويه، ولكن مع المراه ديالهم كيتعاملوا بواحد اللطافه بحال كتعامل معك باك، فهمتي؟ هذه هي اللي لاحظت. ايوا يعني، ولكن المغاربه شويه ما عرفتش. المهم انا كنرمي الجزائريين، هادشي اللي بان ليا ملي عاشرتهم، ما قدرتش ما نعاشرهمش، فهمتي؟ they were good people، والله العظيم، وناس ملاح الحمد لله. دوك اللي تلاقيت بهم انايا الحمد لله ناس ملاح.